الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. اعترف مصدر في مجلس النواب الحالي بوجود أكثر من 60,000 شركة وهمية في وزارة التجارة الحالية، وذكر المصدر أن وزارة التجارة تصر على إيواء أكثر من 60,000 شركة وهمية متخصصة بغسيل الأموال وسحب موارد البلاد. يذكر أن منظمة الشفافية العالمية صنفت العراق من ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم على مدى السنوات الماضية جراء استفحال الفساد المالي والإداري بشكل كبير بسبب نظام المحاصصة الطائفية الذي جاء به الاحتلال الأمريكي عام 2003. كشف مصدر مطلع عن قيام مجموعة من السماسرة باجتماع مع شخصيات وتجار من أجل منحهم فرصا استثمارية ومقاولات في القطاع الزراعي مقابل أموال طائلة. وقال مصدر إن المجموعة فتحت أبواب القطاع الزراعي للصفقات من أجل شراء المعدات والاستثمار وغيرها من الملفات، مضيفا أن الملف لا يخضع لأي تحقيق وهو بحاجة إلى تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين من السماسرة. وأشار المصدر إلى أن ما يجري يعد مهزلة في تاريخ القطاع الزراعي. تسعى دول بينها العراق إلى زيادة إمداداتها النفطية في حزيران لمواجهة الطلب المتزايد على النفط في ظل الأزمة الأوكرانية. وارتفع إنتاج الدول الأعضاء 13 في منظمة أوبك من النفط بنحو 234,000 برميل يومياً خلال شهر حزيران، ليصل إلى 28,716,000 برميل بزيادة أو بدعم لزيادة الإمدادات من 9 دول بينها العراق. وبحسب التقرير الشهري لمنظمة أوبك، فإن الزيادات الأكبر جاءت من السعودية، تليها الإمارات، لتأتي العراق كثالث أكبر منتج للنفط المنظمة خلال الشهر الماضي بزيادة قدرها 17,000 برميل يومياً، ليصل إلى 4,434,000 برميل يومياً. حذر صندوق النقد الدولي من أن المشهد الاقتصادي العالمي ازداد قتامة وقد يتدهور أكثر بفعل الحرب في أوكرانيا والتضخم السريع الذي تسبب به. وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع مزيدا من التدهور في النمو العالمي عام 2022 و2023. وجاءت الحرب الأوكرانية في وقت كان العالم يكافح للتعافي من تداعيات وباء كورونا، وأدت إلى تسارع وتيرة التضخم، ما يشكل تهديدا للمكاسب التي تحققت خلال العامين الماضيين. نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن ضحايا انهيار سوق العملات المشفرة وتحولهم من مستثمرين هواة إلى مفلسين. وبحسب التقرير، فإن المستثمرين الهواة من متداولي العملات المشفرة دمرهم انهيار العملة. وأكد التقرير أن صناعة العملات المشفرة تعيش الآن حالة اضطراب، وتسببت موجة الصدمة في معاناة مالية خطيرة لكثير من الناس. هذا وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة من قرب 3 تريليونات دولار العام الماضي إلى 882 مليار دولار فقط خلال آخر تعاملات. أما الآن فإلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
الأساس. إلى اللقاء.